போகுமா சொந்தி வாசந்தி மாதாரி பானை மாதாரி وقد آدن القلع قد تحركت فيه الأنادر مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكابر وشمائله التي هي أسر الشمائل وهنا أسر أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم واركر الطاس وتنزه في عدائك الاسماء والابصار وقد بلغنا في الحارس المشهورة ان اول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه الصور فالنور هذا الحبيب اول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وهو الأمر وقد أخرج عبد الرزاق بسندي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن ولا شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل أشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم للنور وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول نبي في الخلق وآخرهم في الله صلى الله عليه وقد عددت الروايات